أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نتابع فيها اليوم. موقع بلقيس في قلب صحراء ميد القاحلة، 150 أسرة تواجه ظروفا قاسية. وفي موقع خيوط اتفاقية مشبوهة تفجر صراع في عدن. وفي الجزيرة نت، بلغت درجته 7 بمقياس ريختر، 632 قتيلا في أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن. أهلا بكم من جديد. في العام الماضي توقفت مدرسة الزبير في مديرية الشارع بسلام بتعز عن تدريس طلاب الصف التاسع نتيجة لنقص المدرسين، واعتقد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حينها أن المشكلة مؤقتة. بحسب موقع المشاهد، بدأ العام الدراسي الجديد قبل أسابيع، لكن تدريس الصف بمدرسة الزبيري ما زال متوقفا، ويبدو أنه سيتوقف لسنوات قادمة. محمد فواز ذو 15 عاما، أحد طلاب مدرسة الزبيري، يقول للمشاهد: إلغاء فصول دراسية بسبب عدم توفر المدرسين ظاهرة مقلقة، وما حدث لمدرسة الزبيري مثال واحد للتحديات التي تواجه العديد من الطلاب في المدارس. منذ عام 2016 لم يتسلم الآلاف من المعلمين رواتبهم في المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، الأمر الذي تسبب في تسرب الكادر التعليمي من المدارس وانهيار التعليم في العديد من المحافظات اليمنية. تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في العام 2018 يؤكد أن أكثر من 2500 مدرسة أصبحت خارج الخدمة كليا. يقول موقع بلقيس إنه في واحدة من المآسي الإنسانية وسط صحراء قاحلة مترامية الأطراف وأكواخ وخيام متداعية لأكثر من 150 أسرة نازحة من عزلة منطقة المخازن، إحدى ضواحي ريف مدينة ميد الساحلية أقصى شمال غرب محافظة حجة. يكابد الأطفال والنساء وكبار السن مرارة النزوح والتهجير للسنة الثامنة تحت ظروف بيئية واقتصادية قاسية. يخطو محمد متنبك مترجلا نحو كوخه المتهالك في انتظار انفراجة وأمل في العودة لمسقط رأسه رفقة زوجته وأبنائه السبعة ومعه مئات النازحين. في حديثه عن رحلة نزوحه يقول: قررنا المغادرة بعد أيام من الخوف والرعب بسبب القصف والاشتباكات الدائرة حول ميدي منتصف السنة الأولى للحرب. وصف محمد مسيرة النزوح بأنها اللحظات الأصعب والنكسة التي غيرت مجرى حياته ومستقبل أطفاله. يشكو النازحون من تردي الأوضاع المعيشية إضافة إلى تهدم أكواخهم وخيامهم نتيجة العوامل الطبيعية، فضلا عن تزايد شدة الغبار في فترة الظهيرة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في ضوء غياب السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية. الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد العزيز حمد العويشق زار اليمن الأسبوع الماضي، وكتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط حول هذه الزيارة بعنوان: كيف نوقف الحلقة المفرغة من العنف والبؤس في اليمن. قال في أجزاء منها: كانت زيارة اليمن الأسبوع الماضي فرصة للاطلاع عن كثب على التحديات التي ازدادت حدتها مؤخرا في اليمن الشقيق، بما في ذلك الهدنة التي أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى. يتصاعد العنف على عدد من الجبهات في غياب تقدم ملموس من الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار أو بدء الحل السياسي أو بوادر حل للاقتصاد المتدهور أو الأزمة الإنسانية التي تزداد عمقاً وشراسة.
خلال زيارة الأسبوع الماضي لم نجد سوى تفاؤل ضئيل بأن الوضع سيتحسن ما لم يكن هناك ضغط حقيقي على الحوثيين لخفض التصعيد وتنفيذ التزاماتهم والانخراط في مفاوضات السلام. وأمام هذه التحديات، فإن التحرك نحو السلام في اليمن يتطلب جهوداً مكثفة ومنسقة على 4 جهات على الأقل. فالأمم المتحدة تحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر على المسار السياسي، ولا تسمح لمطالب الحوثيين بإبطاء هذا المسار. وثانياً، يتعين على اليمن وشركائه أن يجدوا طريقاً سريعاً لاستئناف تصدير البترول لمساعدة الحكومة على سد عجزها المالي. وثالثاً، من المهم أن تكثف المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهودها لمساعدة اليمن على تعظيم موارد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأخيراً، فإن من الضروري أن تراجع منظمات الإغاثة الدولية قراراتها بتقليص المساعدات لليمن. ولتحقيق هذه الأهداف، أصبح استكمال تنفيذ اتفاق الرياض أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعزيز وحدة الصف أمام التعنت الحوثي. ومن ناحية أخرى، فإن التنسيق بين الجهات المانحة وكذلك بين أصدقاء اليمن ضرورة ملحة كذلك. فمن دون وحدة الصف بين الأشقاء اليمنيين وتنسيق جهود أصدقاء اليمن، فإن الحوثيين سيستمرون في عرقلة أي جهود حقيقية لإنقاذ اليمن من محنته. أزمة طاحنة فجرتها الاتفاقية التي أجازت الحكومة في عدن للاستثمار في الاتصالات مع شركة الاتصالات الإماراتية إنكس. وبالبحث عن الشركة المذكورة، راجعت خيوط موقعها الإلكتروني، وهي شركة إنكس ديجيتال تكنولوجي، تقدم نفسها على أنها شركة أمن سيبراني وذكاء اصطناعي. تأسست على يد رجل أعمال يدعى عبد الله النعيمي عام 2000، وتقدم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الباحث الاقتصادي رشيد الحداد يوضح لخيوط أن هذه الاتفاقية ليست الأولى التي تحصل عليها شركات إماراتية، بل الثالثة منذ مطلع العام الجاري 2023. الأولى كانت اتفاقية بيع ميناء قشن في سواحل المهرة لمدة 50 عاما، في حين وقعت الاتفاقية الثانية في مايو الماضي في مجال الكهرباء والنفط بين حكومة عدن وشركات إماراتية. يضيف الحداد، منطقيا لا توجد دولة في العالم تبيع شركة حكومية بنسبة 70%، وتمنح المشغلة الأجنبية حق الإدارة والتحكم بالاتصالات في عدد من المحافظات الجنوبية. لذلك فإن الأحرى بحسب حديثه أن نطلق على الاتفاقية اسم صفقة سيتم من خلالها تسليم الإمارات امتيازات لها تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة على اليمن في المستقبل. أبلغت إدارة الخطوط الجوية اليمنية المسافرين المتجهين إلى مصر بعدم قبول التقارير الطبية الصادرة من القاهرة المعمول بها منذ أشهر. وقال مراسل المصدر أونلاين إن العشرات من المسافرين بينهم نساء وأطفال عادوا من مطار عدن الدولي إثر منعهم من المغادرة بسبب الإجراءات المصرية الجديدة. السلطات المصرية أعلنت إعادة العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن إلى مصر بغرض العلاج، والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات اليمنية المعتمدة ومشاركتها مع الجهات المصرية. لكن السلطات المصرية أيضا أعلنت عن حزمة تسهيلات جديدة لليمنيين القادمين من أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون واليابان والأردن وأستراليا بمنحهم تأشيرات دخول، إضافة إلى تفويض السلطات البعثات المصرية بمنح تأشيرات دخول للمستثمرين اليمنيين دون اشتراط الحصول على موافقة أمنية مسبقا. كتابة فوق ماء مالح. تحت هذا العنوان كتب السياسي والدبلوماسي اليمني ياسين سعيد نعمان مقالا نشره موقع المصدر أونلاين نقلا عن صفحته الشخصية في الفيسبوك، وجاء في هذا المقال: من على شاطئ صيرها الصخري ظل يرقب البحر في مده وجزره، في سكونه وصخبه،
يمد البصر إلى الأفق البعيد فيرى السفن تمخر عباب الماء في طريقها إلى بلاد الله في غدو ورواح لا يتوقفان، فلا يرى بلداً أجمل من هذا البلد الذي وهبه الخالق بحراً ينضج بتلك الحيوية وتلك النظارة. ثم يفكر ويمعن التفكير في كيف أن هذه الجغرافيا الرائعة ظلت في حاجة ماسة لعقل يبدع في تحويلها إلى وطن يتنافس فيه المبدعون والمبشرون بأحلام تستولد من أحقية أن الأرض يرثها الصالحون ممن يمتلكون خيالاً تتحرك معه عجلة الحياة لتلتحم بقاطرات العصر. يمتع ناظريه بمشاهدة قوارب الصيادين وهي تفد إلى الشاطئ بحمولات ثقيلة من الأسماك التي ما إن يتم تفريغها في الأحواض المخصصة لحفظها حتى يتوافد نحوها سماسرة السمك في صخب ومراوغة لا يجيدها أحد غيرهم، بمفردهم يقررون مصير هذا السمك الذي يفرز بطريقة تغتصب فيها الطبيعة لصالح الأثرياء. أما الفقراء فعليهم أن ينتظروا ما يخلفه المزاد من بقايا أسماك معفرة بالطحالب. كان وهو يشاهد ذلك يذهب خياله مستعرضاً ثروات هذا البلد التي نهبت بواسطة سماسرة كبار، وكيف أن سنوات من الضياع مكنت للصوص الثروات من أن يشعلوا الحروب والحرائق ويصنعوا من أدخنتها ستاراً لجرائمهم. بالتوازي مع تصاعد حدة الصراع بين أجنحة ميليشيا الحوثي على النفوذ والمال، أعلن قيادي بارز في الجماعة إضرابه عن الطعام نيابة عمن سماهم بالجوعى وذوي المظالم والحقوق، في مقدمتهم الموظفون المحرومون من رواتبهم، وهو ما قاد هجوما عليه من قبل ناشطي الجماعة على منصات التواصل. نقل موقع الشرق الأوسط عن القيادي الحوثي صادق أبو شوارب في حسابه على موقع إكس إعلانه تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تمهيدا لتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على جماعته لإجراء تغييرات وصفها بالجذرية. قال أبو شوارب إنه اختار الإضراب عن الطعام عوضا عن الدماء أو الصمت على معاناة اليمنيين ووقوف ما سماه رأس الدولة حجر عثرة أمام كل المحاولات السابقة الرامية للإصلاح، في إشارة إلى مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي. وفي تعليقات لهم هاجم ناشطون حوثيون القيادية بجماعتهم صادق أبو شوارب والذي يشغل عضوية ما تسمى باللجنة الثورية العليا، متهمين إياه بالتواطؤ مع الأكاديميين والمعلمين والموظفين والعمل ضمن مخطط أمريكي يستهدف الجماعة تحت مسمى الرواتب. واستمرارا للصراع الحوثي البيني وتعالي الأصوات اليمنية المنددة بفساد الانقلابيين، سبق أن حذر صادق أبو شوارب جماعته من ثورة شعبية عارمة قد تقتلعهم من جذورها، داعيا إياهم لاستباقها بتقديم استقالاتهم. عن الإسلاموفوبيا في فرنسا، كتب أحمد طه مقاله في صحيفة العربي الجديد. منعت عشرات الفتيات من الالتحاق بصفوف مدارسهن في فرنسا بسبب رفضهن الامتثال لقرار وزير التربية الفرنسي غابرييل آتال بحظر ارتداء العباءة في المدارس مع انطلاق العام الدراسي في فرنسا، حيث أوضح الوزير أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن بها، مضيفاً أن معظمهن وافقن على تغيير العباءة، بيد أن 67 منهن رفضن، فجرت إعادتهن إلى منازلهن وسيتم في وقت لاحق عقد جلسات حوارية مع عائلات الفتيات الرافضات خلع العباءة، وسيتم استبعادهن من الدراسة إذا فشلت تلك الجلسات. الوزير أصدر قراراً قبل أيام بحظر ارتداء العباءة في المدارس بحجة أن هذا الزي ينتهك القواعد العلمانية الصارمة في مجال التعليم في البلاد، وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه حظر ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في الفصول الدراسية، داعياً إلى التعامل بحزم لضمان تطبيق القرار. بمحاولة استقراء الإجراءات الجديدة، نجد أن من الواضح أن محاربة فرنسا حضور أي مظهر إسلامي في المجال العام وصلت إلى مرحلة الهوس بالفعل، فالنسخة العلمانية الفرنسية شديدة التطرف
ذات طابع لائكي بالغ الشراسة تجاه حضور الدين في المجال العام، نظراً إلى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الحقبة الملكية في فرنسا وتحالفها مع الإقطاع ونزعتها التسلطية القهرية، بيد أن المتتبع للمشهد الفرنسي في السنوات الأخيرة يجد أن هناك حالة من التربص الشديد تجاه كل مظهر إسلامي مهما بدا خافتاً، تبعتها موجة من القرارات التي تستهدف المسلمين دون سواهم. كان محمد يشاهد التلفزيون ليلاً عندما شعر بالأريكة تهتز من تحته، فظن للولة الأولى أن ابنته تشاغب معه كعادتها. نظر إلى ابنته فوجدها تله بعيداً، فتيقن أن الأمر يتعلق بهزة أرضية. طلب من أسرة الخروج بسرعة من المنزل، فيما اتكى زوجته على الحائط ظناً منها أن الدوار الذي تعاني منه من حين لآخر عاد إليها من جديد. السلطات المختصة بحسب موقع الجزيرة اتأكدت لاحقاً أن الزلزال وقع في الساعة 11 ليلاً وأحد عشر دقيقة وثانية بتوقيت المغربي المحلي، والواحدة فجراً وأحد عشر دقيقة وثانية بتوقيت مكة المكرمة. ومع الزلزال ثانية واحدة قد تحمل كل الفرق. بعد الثواني الأولى لحدوث الزلزال بدأت بعض الأسر تخرج من بيوتها على الصحياء، وبمجرد ما تيقن الجميع أن الأمر يتعلق بزلزال خرجوا إلى شوارع المدن والأزقة وقضوا الليلة أمام منازلهم وداخل سياراتهم. المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء أعلن أن قوة الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة بلغت 7 درجات على سلم ريختر. وزارة الداخلية المغربية سارعت لتأكيد مقتل 296 شخصا وجرح العشرات، وهي إحصائية أولية، فيما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً حتى الآن. ولأنه من المرجح ارتفاع أعداد الضحايا، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض. ذكر موقع الحرف 28 نقلا عن صحيفة إيطالية أن لصوص في مقاطعة بوردينوني شمال إيطاليا تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن. وكتب اللصوص في رسالة مليئة بالأخطاء اللغوية حينما لم يعثروا على أي شيء في البيت سوى آلة صنع للقهوة وجهاز تحضير إيروغريل، كتبوا عبارة أنا آسف لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ويبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق. السلطات الإيطالية وبعد الاطلاع على الرسالة لم تستبعد أن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة كتبت خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، فيما تستمر السلطات بالبحث عن اللصوص الذين لم يتركوا دليلا سوى الرسالة. يعتبر شهر أغسطس موسم الذروة لسرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية ويقومون بمراقبة الشقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالبا ما يستخدم لصوص تقنيات ووسائل متطورة مثل إذابة الأقفال بحمض النيتريك. على مشاهدينا دعونا نأخذكم في جولة سريعة على صور من الطبيعة الخلابة وحيواناتها المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية.
الآن أيضاً إليكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي تحدثت عن قضايا حول العالم، نتابعها في هذه الجولة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.